الدوري الانجليزي لكرة القدم. الكرادي فن ولعب كبير، السنة اللي قال دي مدرسة، فاوروبا الدوري تعيش معاه، اتفرج بقى على الاستاذ. تحليل خطير مش اي كلام، مع ميدو سيف وحازم امام، يعني الموضوع ما فيهوش هزار. ستارز اوف فانتسي يلا مساء الخير وحلقه جديده من ستارز اوف فانتسي، والنهارده احنا موجودين في زد وحلقه خاصه جدا. النهارده هنتكلم على زد، الاسم الحقيقه الفتره الاخيره اللي انتشر بشكل كبير جدا والناس مش فاهمه هو زد ده استثمار عقاري ولا زد ده استثمار رياضي ولا ايه الموضوع. النهارده بنتشرف، النهارده انا معايا مجموعه من مجلس اداره زد، وده النهارده التايتل الجديد اللي هقدمهم بيه. هقول لكم في البدايه كده سريعا، مجلس اداره زد المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس الاداره، انس ساويرس عضو مجلس اداره، حسن عبده عضو مجلس اداره، هيثم عبد العظيم عضو مجلس اداره، احمد دياب العضو المنتدب، سيد زاهر، حازم امام، احمد حسام ميدو، احمد حسن، عماد متعب، وهيثم عبد العظيم العضو المنتدب لشركه اورا، واحمد دياب العضو المنتدب لشركه زد للاستثمار الرياضي. ده مجلس اداره شركه زد. هبدا بقى عشان احنا في بيتهم، فهنعمل معاهم واجب النهارده ونبدا من عندهم. هيثم مساء الخير. مساء النور. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام. دياب مساء الخير. مساء الخير يا سيف. اخبارك ايه؟ كله تمام. كله تمام الحمد لله. النهارده حلقه خاصه، نعرف بقى انتوا بتعملوا ايه وايه الموضوع والقصه ايه، وقصه عقار ولا استثمار ولا استثمار رياضي ولا ايه القصه يعني. الحقيقه القصه بدايتها عقار، بس هخلي هيثم هو يقول حته العقار واخش انا على حته الرياضه. طيب قبل ما تتفاهم انت وهيثم، نرحب بقى باثنين من نجوم مصر الثعلب والعالمي. طبعا ايه بيقعد بيوز ويكلمك على الجزمه. ها لا مش هكلمك. طب دي ايه انت انا عايزك بس تقول الشهاده، شهاده حق بس على ثانيه البنطلون. انت ها ما جابش سيرتها. انا عايز اروح لها. هي انت جديده. والله اول طلعه بس باين يعني. ومش هكلمك ولا هقول لك الموضوع. صرف متكلف جامد. صرف اسبانيا اداني الجزمه ليه؟ مش عارف. لسه جايبها الراجل، لسه جايب الجزمه. بس هو كريم بصراحه. تعلم يعني شهد. انا ازيك يا سيف؟ شرفنا. عامل ايه؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ عامل شغل جامد انت في الحظ وايه؟ الحمد لله والله. منور يعني. بنحاول حلوه بصراحه جدا جدا يعني. ربنا يخليك يا تعلم. عالمي. وحشتني. اخبارك ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ قبل بقى ما نروح لهيثم ودياب، يعني انضمامكم انتوا لشركه زد او مجلس اداره زد ده برضو كان الحقيقه خطوه جديده وخطوه غريبه. لا يعني احنا طول عمرنا عندنا افكار اكتسبناها من خلال الرحله اللي احنا يعني خضناها من سن صغير في الاحتراف، وحتى في مصر، والخبرات اللي احنا خدناها سواء على المستوى اللعبه او المستوى الاداري كابتن حازم او انا على مستوى التدريب. وكان دايما بينقصنا حته التمويل المادي اللي يقدر ينفذ الافكار دي على الارض، وهي دي كانت العائق. ودياب عارف الكلام ده كويس، كنا دايما بنفكر بصوت عالي مع بعض. دايما العائق اللي كان بيقف قدامنا كانت النقطه دي. ليه؟ لان انت النهارده وانت بتعمل بروجكت عن الكوره بالذات، لو اتكلمنا في الكوره بالذات بعيدا يعني في الحته بتاعتنا، من اول سكاوتنج لغايه بعد السكاوتنج ان انت تاخد لعيبه يفضلوا معاك 4-5 سنين، واول انكم هيخش لك او اول ريتيرن هيخش لك بعد 5 سنين، ده بيتطلب نفس طويل وبيتطلب دعم مادي كبير جدا عشان انت تقدر تنفذ الافكار دي. فدايما كنا بنقف عند حته، لو فاكر يا دياب، ان احنا نقدر نعمل حته السكاوتنج لان عندنا الخبره وعندنا الناس اللي تقدر تعمل الكلام ده. عندنا نقدر ان نجيب الناس اللي تقدر تنمي مهارات الاولاد الصغيره، وتقدر ان هي تنميهم على مستوى اللغه، تنميهم منتلي الاتيتيود بتاعهم، ان هم عندهم قوه الشخصيه، ان هم يقدروا يخوضوا التجربه والتشالنج وبتاع. كلها حاجات احنا عشناها بمستوى مختلف واوقات مختلفه، لكن دايما كنا بنقف عند الحته دي. فاحنا لقينا ان شركه زد قبل موضوع الدعم المادي، ان هم عندهم استعداد كبير جدا ان هم يضخوا اموال في الحته دي، وناس قليله جدا في مصر اللي بيبقى عندهم استعداد ان هم يضخوا اموال في الحته دي. ولو جيت رحت يا سيف، واسف يعني لو طولت في الكلام، لو جيت رحت كل بلاد الدنيا اللي متقدمه في الرياضه هتلاقي، ومثل كبير جدا، اكبر مثالين بالنسبه لي المانيا وامريكا، هتلاقي ان في القانون بتاعهم بتاع الضرايب هتلاقي ان في بيطلع على حسب النسبه وبتتغير كل 3-4 سنين، بيطلع 3-4% من الشركات دي لدعم البطل الاولمبي. يعني مثلا شركه تيليكوم
تمام. الشركه دي بتبقى ليها 15% او 20 عليها مثلا 25% ضرائب. 25% دول بيطلع منهم 3% او 4% بالقانون بيطلعوا لدعم الابطال الاولمبيين. وعشان كده تلاقي في انجلترا مثلا حازم, وكده تلاقي مثلا الاوت دورز مثلا, تلاقي مثلا بطل مثلا, تلاقي واحد مثلا زي ما مش عارف مثلا موراي, اندي موراي مثلا بطل التنس مثلا, تلاقي مكتوب جنبه في الاوت دور تلاقي مكتوب مثلا سبونسرد باي كذا, بعيدا عن هو سبونسرد باي كذا لان يعني ده بطل اولمبي. على فكره هنا ابتدى الموضوع ده برضو بقاله فتره, بقاله سنه ولا حاجه, كل الشركات الكبيره دخلت في المجال ده بالظبط. بس هناك بقى بالقانون ان انت لازم تطلع في جزء بيطلع من التاكسس بيطلع للحته دي. ايمانا من الدول المتقدمه كلها ان الرياضه هي اسمى من اسمى الحاجات اللي ممكن ان هي تقدم الدوله. انت النهارده لما يكون عندك ابطال كبار, النهارده واحد زي محمد صلاح مثلا النهارده بيقدم مصر, اللعيبه الكبار المحترفين بتقدم سفير وواجهه لاي بلد بالظبط. انا في وقت من الاوقات كنت ببقى فخور ان مثلا الناس بتروح هولندا مثلا, واول لما يتكلم مع سواق التاكسي مثلا يقول له ميدو, انا من مصر ميدو فكذا. فدي انسب طريقه عشان نعيد انتاج الكلام ده, محتاج ان احنا يكون عندنا دعم مادي كويس جدا, ومحتاج ان احنا يكون عندنا فكر. فاحنا عندنا الفكر الحمد لله, انا وحازم وكابتن احمد وكابتن عماد والناس اللي موجوده كفكر فني, ولو تلاقى مع الدعم المادي نقدر ان احنا ان شاء الله نعمل حاجه كويسه جدا. حازم دايما خطواتك محسوبه يعني, دايما بتحسس, فانت برضو دخولك يعني برضو قصه مفاجاه. ميدو ممكن يخش في الحيطه, يخش في اي حاجه ماشي, لكن انت اكيد عندك حسابات مختلفه. بص يا سيف, يمكن احنا اشتغلنا في العوائل العام شويه وشفنا فوائده اكيد وخبراته وبتعامل مع ناس كتيره, ويمكن لما تشتغل في العمل العام تلاقي ان العمل الخاص ممكن يكون احسن شويه الفتره الجايه. او انا عن نفسي اتكلم عن نفسي يعني, ان انت بيبقى في حاجات كتير عايز تعملها بس انت ممسوك بجماعه عموميه, ممسوك باراء ناس معاك, ممكن يبقى مش نفس الفكره بتاعتك, مش نفس افكارك, ليهم بشكل مختلف. العمل الخاص في الكوره بشوف دلوقتي من اهم الحاجات اللي بت مهمه جدا. لما تيجي تبص على اكبر انديه العالم دلوقتي بتلاقي الاستثمار الرياضي فيها هو اللي بيعمل الطفره والبومينج يعني. يعني اي فرقه في العالم دلوقتي, سيبك من ريال مدريد وبرشلونه, بيخش لها تدفق مالي معين من حد بيشتري نادي او حد بيشتغل بشكل ان في قطاع خاص او حد دخل بشكل مهم, بتلاقي الامور بتختلف تماما يعني. تشيلسي بقى قبل ابراموفيتش حاجه وبعديه حاجه ثانيه, بي اس جي حاجه ثانيه قبليها حاجه ثانيه, مان سيتي حاجه بعديها حاجه ثانيه. وعلى فكره في فرق كتير قوي في البريميرشيب فيها برضو ناس كتير قوي عرب كمان ماسكين بشكل كبير قوي, او رؤساء انديه. شيفيلد في انديه كتير, شيفيلد السعوديه, واستون فيلا فيها, استون فيلا ناصر طبعا. فانا بشوف الفكره دي في مصر مش موجوده كتير, شفناها يمكن من سنتين على بيراميدز بس تجربه على الفيرست تيم على طول. احنا انا شايف الموضوع بالنسبه لي كلاعب كوره سابق وعايز اشتغل, كنت في اتحاد الكوره عايزين نعمل حاجات بس مثلا متحجمين في حاجات تبع لازم تبقى وزاره الشباب والرياضه تبص عليها, في حاجات مش عارف ايه لازم ترجع للجمعيه العموميه, لازم ترجع للاعضاء اللي معاك اللي ممكن يبقى تفكيرهم مش زي تفكيرك انت, كلهم مش يعني مش زي كلنا مش زي بعض يعني. فلما بتلاقي ناس خصوصا طبعا زي الاستاذ نجيب او مهندس نجيب حاجه كبيره جدا في مصر, بنخش في حاجه غير لما بتنجح الحمد لله يعني. هيثم ودياب اتنين يمكن يعني احنا اصحاب قبل ما نبقى اي حاجه, واحد عارف دماغهم عامله ازاي بيفكروا ازاي فكر, وانت قريب من السن وقريب من يعني تعرف تفكر مع بعض تفكر كويس. لما تلاقي الحاجات دي كلها مقومات انها تنجحك ومقومات انها تشتغل, ان انت عايز هو يستفيد مني كرياضيا وانا استفيد منه, ان احنا الحاجات اللي انا عايز اعملها في رياضه عنده القوه الماليه او التشريعيه ان نقدر نشتغل عليها على اللونج ران. زي ما الميدو الناس ما حدش يستحمل كتير بعد 5 سنين نحصد او بعد 4 سنين تبتدي تشوف نجاحك. في ناس بتبقى لازم دلوقتي, مش اي حد تعرف تعمل معاه ان عنده الملاءه الماليه وعنده قدره انه يشتغل معاك 5 6 سنين ولونج تيرم وبعدين تبتدي تبص الدنيا هتبقى فيها. الحاجات دي في مصر مش كتير او ما حصلتش ما اعتقدش قبل كده. فانا مبسوط ان انا اكون اول الناس اللي دخلت في الليله دي او في الشكل ده, شكل جديد, شركه كبيره جدا, راجل محترم جدا جدا في مصر, وزي ما قلت مفيش حاجه تقريبا بيخش فيها غير لازم يكون دارسها كويس. اللي بيشتغل معاه اكيد عنده من الثقافه ومن القدره انه يطور الموضوع بشكل كبير. انا بتاع كوره, انا مش مستثمر او انا ما بفهمش, مش هفهم زي دياب ولا هفهم زي هيثم, لكن هفهم في حتتي, هم في حتتهم هيشتغلوا في الحته بتاعتهم, وده اللي ينقصنا دايما في الانديه في مصر. ساعات السيف بيبقى كل واحد شايف ان هو بيفهم كل حاجه, لكن الشكل ده ان شاء الله باذن الله يعني نتمنى ان هو ان احنا ننجح, ان في الاستثمار وفي النهاو في المانجمنت الاداري اللي بره الكوره, في ناس بتعرف تديره بشكل كويس,
وجايبين ناس بتوع كوره ذيرو الكوره بشكل ان شاء الله. نتمنى ان احنا نكون عند حسن الظن يعني نعمل حاجه كويسه. انا من متعتي ان انا اجيب لعيبه ونشتغل على لعيبه ونطلع فرقه ونعمل مدرب ونجيب مدرب ونشتغل مع الاولاد الصغيرين نطلع ناس في منتخب مصر المنتخبات المصريه اللي احنا دايما بنتكلم على ان القاعده هي المهمه. انت دلوقتي لما تيجي تتكلم على زيد معاهم هتلاقي ان ابتدوا يشتغلوا دلوقتي من 4 فرق ناشئين وبعدين هيبقى 7 وبعدين يخش فيرست تيم. فهي كلها حاجات لاي حد عايز يشتغل في كوره هو طموحه ان يعمل اللي احنا بنعمله ان شاء الله باذن الله يعني. ان شاء الله. هيثم الكلام بقى يعني ابتدت ليه وابتدت فين وراح فين وان انت تستعين بمجموعه يعني نجوم زي كده او مجموعه افكار زي كده واكيد عندك تطور ولا هو مشروع استثماري ولا مشروع رياضي؟ من هقول لك القصه بدات ازاي. القصه بدات احنا كنا الاول بنعمل شركه ريل ستيت عقارات. فاللي حصل انت عندك سميح ونجيب فالشون سميح اساسا عنده رسم فاحنا ما ينفعش نستخدم اسمه رسم. رحنا وجبنا شركه في امريكا تبقى نسمي الشركه ايه فنسميها اورا. بعد كده جينا احنا خدنا اول مشروع هنا في منطقه الشيخ زايد مش كده يمكن جه اسم زاد. فزاد ده اختصار لحديقه زاد. مشروع الشيخ زايد كان عباره عن حديقه مركزيه وملحقه بريل ستيت ديفلوبمنت. فاللي حصل جبنا فقلنا هنسمي زاد. طب يا جماعه الناس كلها عارفه نجيب وعارفه اوراسكو ازاي هنربط الاثنين ببعض؟ فجه بالصدفه ساعتها كان بطوله افريقيا مش حصل. فقلنا انسب وقت ان احنا نلحق نعمل حاجه في الموضوع ده ان احنا نسبونسر بطوله افريقيا ويبتدي يظهر الاسم زد. فابتدى بطوله افريقيا ظهرت وابتدى يظهر اسم زد. فبعد ما اخفقنا في بطوله افريقيا ابتدينا نفكر هنعمل ايه يعني لقينا ان الموضوع اساسا الشعب المصري كله زعل ساعتها الناس كلها اتضايقت. فجينا انا كان عندي خبره سابقه لان انا ابني صغير برضه بيلعب في نادي الزمالك وكده وشايف ان المشكله دايما حاصله من تحت مش موجوده من الفريق الاول. انت دايما كل الفرق وكل مجالس الاداره واتحاد الكوره كل الناس بتهتم دايما بالفريق الاول محدش مركز مع الناشئين. فرحت مع باشمهندس نجيب قلت له طب ايه رايك في الفكره ان احنا في النهايه عندي تجربه في القصه دي مع ابني. ودايما لما رحنا سافرت مع مثلا باريس سان جيرمان وسافرت مع موناكو لقيت هناك التمرينات مختلفه هناك الاهتمام مختلف وان هم بيهتموا بالناشئين من هم عندهم 7 سنين. فبحيث ان انت لما بتيجي توصل يبقى عندك 20 سنه انت بتبقى واصل زيك زي الفريق الاول تتمرن نفس التمرينات بنفس المدربين بنفس السيستم بنفس الكريم. فقلت له ايه رايك في الفكره دي هي هتحتاج انفستمنت وقت شويه اطول وهنحتاج خبرات ناس تانية معانا. ساعتها كنا لما رحنا الفكره دي كان فقلت له كان معايا دياب ساعتها واتكلمنا معاه وقلنا له ايه ليه لا نبدا في القصه دي واحده. فقال لي والله انا معاك وانا شايف ان الكوره دلوقتي بقى استثمار كويس وممكن على اللونج ران. احنا وكان في انسي معانا اصلا كان ساعتها لسه راجع من امريكا وكان متحمس جدا وهو انسي كمان كان في مجلس اداره الجونه وكان قبل كده بيلعب في نادي الصيد وهو صغير فمتحمس جدا لفكره الكوره برده وعارفين الاستثمار في الكوره دلوقتي بقى بيجيب عوائد وريتيرنز عاليه جدا. فابتدينا فكرنا في القصه دي فعملنا البطوله كمان بتاعه اللي احنا جبنا فيها فالنسيا وجبنا فيها باريس سان جيرمان وجبنا منها جبنا حوالي 8 فرق 6 فرق من اوروبا وفرقتين من اتحاد افريقيا التونسي وجنت واوتريخت وكده وعملنا البطوله هنا ونجحت جدا وجه وزير الشباب والرياضه وانتوا شرفتونا فيها وعملتوا الافتتاح بتاعها البطوله نجحت جدا والفكره يعني وابتدوا هم ادونا فيدباك عن اللعيبه اللي موجوده المصريين لان الفروقات مش كبيره يبقى الفرق فين الفرق في السيستم. فابتدينا ندور على المدارس اللي هو الاول ايه ابتدينا قعدت انا ودياب قلنا لك ايه طب تعالى نعمل بقى ايه الفكره. فابتدينا عملنا الاول النادي بعدين عملنا النادي ابتدينا عملنا 4-5 فرق وبعد كده رحنا بعد كده قلنا طب احنا هنعمل الكلام ده لوحدنا ازاي احنا عايزين مانجمنت تيم يقدر يدير لنا القصه دي يعني انا ودياب وانسي وحسن ونجيب كلنا ناس بتوع بيزنس وعايزين حد الناس اللي هم بتوع الكوره اللي يفهموا اللي يقول لنا مثلا اللعيبه دي كويسه اللعيبه دي وحشه عشان برده يعني ايه تعمل سيستم صح. فاتفقنا مع دورتموند وجينا عملنا مجلس الاداره ده اللي هو كان فيه حضرتك وميدو وكابتن حازم واحمد حسن وزيدان وعماد متعب وقلنا يبقى انتوا دايما انتوا اللي هتدونا الفيدباك بتاع القصه دي يبقى احنا كده كمجلس متكامل جزء بتاع بيزنس وجزء بتاع رياضه فبالتالي نقدر احنا الاثنين نطلع حاجه جديده وما عندناش مشكله ان احنا نستنى 4-5 سنين. يمكن انا زي ما ميدو ما بيقول هو يمكن احنا عملناها هنا بقى بشكل تاني احنا خدنا قلنا هناخد 10% من الماركتنج بادجت بتاعنا وننفسته في النادي ده فيصبح النتيجه هنا ايه ان انا بانفست في نادي بيعمل لي اسم وفي نفس الوقت ده بارت من الماركتنج بادجت بتاعي فانا ما صرفتش حاجه زياده. فبقت هي جت هنا الفكره خاصه الناشئين هنا لو الناس ركزت كده الفرق ما بتحتاجش مصاريف كتير هي محتاجه بس ديديكيشن يعني الفرق بين الناشئين في مصر وفي اوروبا حاجه واحده بس. هنا في نادي الاهلي ونادي الزمالك هتلاقي الفرقه مثلا قطاع الناشئين كله بتلاقي مثلا بيعدي ال1000 بني ادم 1000 لعيب اوروبا يقول لك لا قطاع الناشئين كله مش المفروض يتعدى 200 لعيب ان انت في النهايه لازم كل فرقه ما تزيدش عن 20 لعيب عشان تعرف وكل فرقه ليها 3 مدربين. هي
سيستم مختلف شويه, بحيث انت في النهايه انت مش محتاج كل الاعداد دي. يمكن احنا بنصرف نفس المصاريف اللي بيصرفها الاهلي والزمالك, بس الفرق احنا بنصرفهم على 200 هم بيصرفهم على 1000. احنا بنصرف على 10 مدربين او 15 مدرب, هم بيصرفهم على 70 80 مدرب. فبالتالي انت بتروح تصرف نفس الفلوس بس تصرفها غلط. مش شرط, يمكن هم المدرسه الاصح يعني مننا وكل حاجه, بس هو ده الفرق بين اوروبا وهنا. يعني لما رحنا الحاجه الثانيه مثلا في اوروبا اللي احنا اكتشفناه ان هو بيقول لك ان انت مثلا مانداتري مثلا في الجماعه بتوع هولندا, كانوا هم قالوا لنا ان 50% من الفريق الاول لازم يطلع من المدرسه. ده شرط اساسي مانداتري, مش بمزاجك, لازم 50% من الفرق من الفريق نفسه يطلع من مدرسه الناشئين. يمكن دي حاجه كلها ما بتطبقش عندنا في مصر. فهو ده اللي عجبنا في الفكره, وهو ده الانفستمنت اللي احنا عاملينه. قلنا ليه لا, احنا يمكن في خلال مثلا 4-5 سنين يبقى عندنا 10 لعيبه هم يساوي كل الانفستمنت اللي احنا عملناها الفتره اللي فاتت. دياب يعني هل هي بلان ان هو بس لتم قاعده ناشئين, هل في بلان ان انتوا تشتروا نادي يكون في نادي موجود في الدوري الممتاز, ولا هي المنظومه الرياضيه هل كوره بس, ولا ليها رؤيه مختلفه؟ لا طبعا ليها رؤيه, وزي ما هيثم قال هي جت بدايه الفكره كده, وانشانا الشركه على الاستثمار الرياضي في كذا سكت, اولهم طبعا كره القدم وده اللي بيبقى واخد الاهتمام دايما الاكبر, بس ابتديناه بالكونسيبت بتاع الناشئين ان احنا نبدا من تحت. وان شاء الله السنه الجايه يبقى عندنا 7 فرق في القطاع, ويبقى في ان شاء الله فيرست تيم. احنا في مفاوضات حاليا بنادي, لكن البلان بتاع الدوري الممتاز عندنا احنا عاملين له من 3-5 سنين, وده اللي احنا اتفقنا عليه. عشان تبقى موجود بنسبه عندك من 50-60% ناشئين بتشكل, انت ممكن تخش فيها تجارب قبل كده زي ما كابتن حازم كان بيقول, خش تستثمر في الدوري الممتاز, بس مش ده التارجت بتاعك. انت التارجت بتاعك بتستثمر من تحت, عاوز تطلع تعمل تجربه تبقى مثلا 50-60% ناشئين, وتطعم ناس لعيبه خبره تقدر تساعد. فبالتالي البلان ل3-5 سنين ده بالنسبه للكوره. في عندنا سيكتورز ثانيه زي الجامعه الرياضيه, في عندنا النادي ان شاء الله في التجمع, وده نادي على مساحه 50 فدان, ده هيبقى فيه رياضات تانية كتير. هيبقى فيه ان شاء الله اول استاد ان انت تكون شركه خاصه عندك استاد بتاعك تلعب ماتشاتك عليه جوه النادي. هيكون فيه حوالي 9 العاب اخرى. الجامعه الرياضيه فكره برضو مهمه, ان تبقى اول مره في الشرق الاوسط عندك جامعه خاصه. احنا عندنا طبعا هنا في مصر زي ما كنا بنتكلم مع كابتن حازم كليه التربيه الرياضيه, بس ان انت يبقى عندك جامعه خاصه بتدرس بقى سبورتس مانجمنت وماركتنج تطلع كوادر. كانت من احلامي كمان ان حازم ينضم لحاجه من دي, هتفرق معاه كتير, لان انا السنين اللي فاتت حاولت برضه اعلم الحته دي عنده. الحمد لله دلوقتي لا مش هخش الله يمسك هاخد ال4 سنين ان شاء الله. احنا على الهواء هخش معاكم في الحته دي. لا بقول يعني بس هفوض ميدو بقى اخش معاكم عشان ياخد حاجات يوسع افقه شويه. زهقت منه. اه خلاص ها, ما انا بره الهوا هعرف اتكلم هنا هسكت. فدي كانت الفكره والجامعه, بحيث ان انت يبقى زاد النهارده بتعمل بروجكت كامل, انت بتطلع كوادر, بتطلع لعيبه, بتطلع كوادر اداريه جديده, بتتعلم كويس, تعمل حاجات على مواصفات اوروبيه ببراند مصري خالص. وهنا الحقيقه لازم برضو نشكر ان الدوله واتجاه في الاستثمار في الرياضه, لان قانون الرياضه اللي طلع فتح الاستثمار في الرياضه. من غير كده انت ما كانش هيبقى عندك القدره ان انت تخش تستثمر في الرياضه وتبقى شركه وتنزل بورصه, وهو ده اللي احنا لازم يبقى موجود منه كتير, لانها صناعه وصناعه كبيره. ده ما يخص شويه الكوره, ما يخص شويه الجامعه الرياضيه والفكر اللي هم بيفكروا فيه. ولكن احيانا كده بتطلع العاب بتسيطر على الوسط الرياضي بشكل كبير, منهم لعبه البادل. لعبه البادل ناس كتيره جدا بقت تسمع الاسم بس ما تعرفش ايه هي. معظم لعيبه الكوره دلوقتي, معظم مصر دلوقتي لعيبه التنس القدام كله بيمارس البادل. البادل لعبه من اللي زاد مركز فيها بشكل كبير جدا, وطبعا كان الحمد لله ربنا كرمني ان انا دفعت بناس كتيره جدا فيها, فديت كابتن حازم امام, كابتن معوض, يعني كل الناس. ميدو برضو اعتقد انت خبطت شويه. ميدو لعب مع ناس قبل الحظ. بس انت مش كيف الحاجات دي, مش مزاجك يعني؟ لا احب العب يعني عادي. بس مش انترست قوي. لا هو بيلعب حديد دلوقتي, مركز في الحديد. حازم ما شاء الله في القصه دي يعني اشتغلت معاه كتير من فترات كتيره, والنهارده ما شاء الله. اخر انت اخر ثلاث سيت ايه اللي حصل فيك؟ اتفضل قول لك. اخر 3 سيت اعتبر ابني في اللعبه دي. نعرف تفاصيل اللعبه دي بس بعد الفاصل. حاسب يا عم انت مش شايف البتاع ايه ده؟
كابتن حازم. اهلا يا جماعه، بسرعه الكابتن هيمدي لي على الجبس. سلامتك. اطردسك دول جيران حضرتك بعد ما شافوا الفاتوره. تقولش انا اللي بشغل لهم تكييفاتهم؟ هتقول لهم يا كابتن يجيبوا ال جي زيك. وانت جاي لي هنا عشان كده؟ انا جاي اشتري ال جي بالدول انفرتور. قال انا يا كابتن الدول انفرتور ده. اقول لك ايه الاسرع، تشتغل بايد واحده ولا بايديك الاثنين؟ الاثنين طبعا. هو ده الدول انفرتر، كومبريسور يشتغل اسرع ويبرد اسرع فيوفر في فاتوره الكهرباء، وبينقي الهواء بالبلازما ايونايزر. تكييفات ال جي بايدين اثنين، واي تكييف تاني بايد واحده. بالظبط. سوفونير بقى يا كابتن على الجبس. القلم يا مستعجل يا مغاوي، خليها في ايدك الثانيه بقى. يا كابتن القلم يا جماعه، ما قلنا هاتوا قلم. تكييفات ال جي بالدول انفرتر، تكنولوجيا توفر. Time to ده الوقت اللي لازم تظهر فيه نقط قوتك. It's time to give back some love. ده وقت الاكل الصحي. ده وقت اللعب. ده وقت الرياضه. It's time to stay fit. It's time. Come on, kid. It's time to bring your inner child. It's time to stretch your limits. Run and clear your mind. ده الوقت عشان تفصل. It's time to create. To change. To connect. جه الوقت انك تطلع طاقتك. ان احنا نفكر بره الصندوق. جه الوقت اننا نتصرف. ده وقت الروح اللي نخلي فيه بالنا على نفسنا. It's time. نرجع تاني ونتكلم بقى على لعبة البادل، حاجة زي التنس، حاجة زي الكورة. خلاص النهاردة برضو زي ما بنتكلم على قطاع البطولة بشكل كبير، بنتكلم على جزء كبير من قطاع المنافسة أو قطاع الممارسة. وقطاع الممارسة في البادل أعتقد دلوقتي قاعدة كبيرة جدا حازم في مصر بقت بتمارس البادل. أنا بحب البادل جدا، يمكن من الألعاب الحلوة والجديدة وناس كتير بتلعبها، مخصصة يمكن لعيبة التنس أو إحنا اللعيبة القدام يعني بنلعب دلوقتي. ناس عاملين مجموعة كبيرة بتلعب، وهي لعبة ما فيهاش جري كتير، ما فيهاش عايزه تكنيك بس. لكن انا شايف ان بقى ليها يعني تواجد كتير قوي في مصر على حتى المستوى العالم يعني. في اسبانيا هي اساسا هي ارجنتينيه واتعملت في اسبانيا، وعلى مستوى العالم دلوقتي تاني موجوده بشكل كبير جدا. واعتقد كل معظم الانديه في مصر دلوقتي بتحط حتى الانديه العاديه السيد في الفرعين في كذا نادي ابتدى يحط الانديه الخاصه كتير جدا تحط البادل. يعني اعتقد ان هي حياتها كويسه انها موجوده في زد، ان هي واخده الدماغ بتاعت الناس ثلاثينات اربعينات خمسينات يعني مش سن صغير قوي بس. فبشوف يعني هو لعبه كويسه للسن بتاع من 30 ل 50 بيبقى تتحرك فيه كويس وتشتغل وموجود بصراحه بشكل كويس. وهنا موجود في يمكن عاملين ملعب كمان فيه ثلاث ملاعب بس اخر الملعب الاخير اربعه الملعب الرابع حلو قوي اللي هو بقى الانترناشونال ده مش في اي حته في مصر. هو انا بلعب عليه انا ونص صحابي. انت بس النص تحتاني عندك تجري تاني يعني نص تحتاني كده قال لك كده. انت بس سماش كويس. مفيش حاجه اسمها كده. انت سماش كويس وباك هاند كويس. الله عليك سماش دي بس تحت بقى الحاجات بتاعتك. مين اللي قال لك ان اسمها كده؟ سماش معروفه دروب شوتس بقى. انا جيلي في دروب شوتس. ميدو عايزين برضو نتناقش في قصة تانية مهمة، وهو انت ازاي تعمل خليط ما بين اهتمام بقاعدة ناشئين فريق هيشارك او ان هما بياخدوا فريق قسم او قسم تاني وانه يروح لدوري ممتاز انت حافظ عليه في دوري ممتاز، تطلع قاعدة ناشئين تلعب في الفريق في الاول، ما يكونش هدف انت تشتري فريق وتشتري عدد من اللاعبين بارقام كبيرة. ازاي المعادلة دي بتحصل؟ بص دي اصعب معادلة في الكورة. اندية قليلة جدا في العالم هي اللي قدرت تحققها زي اياكس وبرشلونه. الموسم اللي قبل اللي فات كان فيه 68 لعيب من اكاديميه اياكس بيلعبوا في الدوريات الخمسه الكبرى بره اياكس، اكتر نادي في اوروبا. بعد كده النادي الثاني بورتو، وبعد كده ريال مدريد. انديه قليله جدا، برشلونه شويه. ان انت تقدر تحقق المعادله ما بين نجاح الفريق الاول وما بين ان انت يكون عندك عدد لعيبه لا باس به موجود في الفريق الاول، وتبتدي ان انت تستثمر في اللعيبه دي وتبيعهم، وفي نفس الوقت وانت بتبيع اللعيب من المركز ده انت محضر نفس المركز عشان يعشق مكانه، وعارف هياخد وقت قد ايه قبل ما يقدر ان هو يتالق ويخرج. دي معادله محتاجه ذكاء كبير جدا ومحتاجه صبر كبير جدا.
اساس القصه دي كلها العين السكاوت. انت ممكن يكون عندك كل حاجه ماشي فيها كويس، واهم حاجه العين ان انت مش عارف تختار اللعيب صح اللي يقدر ان هو تبقى عارف ان اللعيب ده لما تشتغل معاه 3 4 سنين 5 سنين ومحتاج يتعامل معاه ايه بالظبط علشان يقدر ان هو يمثل الفريق الاول بالستاندردز اللي انت حاططها. دي 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 اصعب حاجه، ودي اللي احنا في السنين السنوات الاخيره في مصر بقى عندنا مشكله كبيره جدا فيها. سيف زمان لو تفتكر حازم، كان زمان الناس اللي بتلعب كوره كانوا في مناطق شعبيه معينه، كان كل منطقه شعبيه ليها واحد كشاف بتاع الزمالك والاهلي. فهتلاقي مثلا ان الناس بتاعه بولاق مثلا كان كابتن احمد رفعت وكابتن احمد مصطفى وكابتن مصطفى رياض والناس الكبار، كل الناس اللي طلع كلها من بولاق مثلا، كل دول اللي لما تيجي تسالهم كلهم دياب يقول اسم واحد، اسم واحد هو اللي جابنا بالظبط، هو اللي جابنا من نادي الزمالك، نادي الاهلي، نادي الترسانه. الحته بتاعه شبرا فيها كشاف، وكانوا معروفين بالاسم، وكان الكشافين دول لما بيخشوا اي منطقه شعبيه بيبقى داخل كانه يعني حاجه جديده جدا، لان ده كشاف نادي الاهلي، كشاف نادي الزمالك. ابتدى الكلام ده ابتدى ينقص عندنا لاسباب كتيره جدا. اول حاجه ان بقى في استسهال من الانديه، ان اسهل حاجه بالنسبه لي ان انا اجيب اللعيب الجاهز. النهارده المدرب الاجنبي اللي انت بتجيبه فيهم مدربين مميزين جدا، ولكن المدرب الاجنبي النهارده اللي انت بتجيبه هو عارف ان مفيش حد يصبر عليه، وعارف ان هو ما عندوش كريدت عند الجمهور. فالنهارده بيقول لك زي مثلا مانويل جوزيه، مانويل جوزيه مدرب عظيم، مدرب عظيم ومن الناس اللي انا بحترمها جدا وبحبها جدا على مستوى التدريب وعلى مستوى الشخصي، راجل محترم جدا. لكن جوزيه لما تيجي تبص في 7 8 سنين تولى فيها مسؤوليه الفريق، اخذ لعيب جاهز وفرم لعيبه كتير، مفيش لعيبه تلعب من تحت خالص الا لعيب او اثنين. لما تيجي تبص مثلا مع الفرق، مثلا تعال بص للمدرب زي حسام حسن في نادي الزمالك، طلع 5-6 لعيبه من قطاع الناشئين. انا لما مسكت نادي الزمالك طلعت 6-7 أو 5-6 لعيبه من قطاع الناشئين اشتغلوا وبقوا النهارده نجوم مصر ولعبوا منتخب مصر. لما مسكت الاسماعيلي نفس الكلام. فهو ايه الفلسفي بتاعت المدرب اللي شغال بره؟ المدرب بيجي قمه النجاح بالنسبه لك ايه؟ ان انت عندك سيستم شغال، المدرب بيتغير والسيستم بتاعك ما بيتغيرش. المدرب بيجي يشتغل على سيستم النادي. يعني انت لو جيت شفت اياكس مثلا هتلاقي ان فلان بيمشي وبيجي رونالد كومان بيمشي بيجي فرانك ديبور، فرانك ديبور بيمشي بيجي فلان، بيجي كل واحد بيمشي اي واحد بيجي. ولو تفتكر عزم لما رحت انا اياكس في المره الثانيه جه مارتن يول وحب ان هو يعمل سيستم بتاعه غير السيستم بتاع اياكس، قال لك مثلا هلعب باتنين راسين حربه، الجات سد فقالوه لان انت لازم تمشي بالسيستم بتاع اياكس بتاع النادي ده. قمه النجاح في كره القدم. فعشان تعمل كده محتاج ذكاء كبير جدا من اول السكاوتنج لغايه الـ 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 الاكاديميه، ثم بعد كده قطاع الناشئين، ثم ازاي ان انت تربط قطاع الناشئين بالفريق الاول، ودي اصعب حاجه. ولو رحت حازم لو تفتكر لو تروح تتفرج على فرقه ال 15 سنه بتاعت اياكس، اقسم بالله سيف اسال حازم تلعب نفس الفريق الاول بالظبط بيلعب بالظبط. لازم ميه واحده يعني، لا يعني انا والله فريق اللعب والله العظيم كنت بروح بنفس التمانين كل حاجه. انا يعني كنت بروح اشوف مثلا اتفرج على فرقه ال 16 سنه ماتش مثلا بالصدفه، فوقف اتفرج الاقي واد راس حربه بيلعب يا حازم بيلعب نفس لعبي بالظبط، هو بيلعب لعيب رقم 9، هو ده راس حربه اياكس. الرايت وينجر بيلعب هو نفس الطريقه، كان زمان الرايت وينجر لازم يبقى ايمن والليفت وينجر لازم يبقى اشد، دلوقتي عكسوها، كنت تلاقيه بيعدي وبيعمل كروسات واللعيب نمر 10 مكمل متاخر في ال 18. سيستم نفس السيستم. عشان تعمل كده محتاج مجهود كبير جدا ومحتاج صبر كبير جدا، ومحتاج ان انت يكون عندك الدعم المادي ان انت تقدر تمول الكلام ده. ونرجع تاني لبدايه كلامنا، ان انا شايف ان الحتتين يعني متلاقيين بشكل كويس، الجانب الاستثماري والجانب الفني مع شويه ذكاء وصبر، وان الناس كلها تتكاتف ان هي يكون عندها شغاله في دايركشن واحد نقدر ان احنا نعمل حاجه كويسه. امتى سريعا بقى امتى تقول ان احنا حققنا كل احلامنا ونجحنا؟ يعني زي ما بقول لك كده كابتن سيف، يمكن زي ما كابتن بيقول هو سيستم. انت بتحاول تبني السيستم ده، بتجيب الناس اللي اشتغلت على حاجه، يعني يمكن لو تاخد بالك من الاسماء اللي معانا كلها اشتغلت تحت نفس السيستم ده. كابتن ميدو، كابتن حازم، كابتن زيدان، كابتن احمد حسن، كلهم احترفوا ومشوا على سيستم. فالفكره ان السيستم ده يطلع لك ايه بقى النتيجه. فانت الاساس ان احنا السيستم ده احنا عارفين ان هو ما فيش اي نتائج هتطلع قبل 4-5 سنين. ليه؟ لان احنا بالنسبه لنا مش ما يهمناش ان احنا نطلع في الدوري الممتاز ونشتري 20 لعيب، يبقى احنا اسمنا كده احنا ما عملناش حاجه. الفكره كلها ان انت تطلع الدوري الممتاز تبقى زي ما كابتن ميدو قال لك، زي التجربه بتاعت اكس، احنا نفسنا يبقى الاكس بتاع الميدل ايست. ان احنا عندنا ناخد يبقى احنا الهب بتاع افريقيا
واسيا تبقى انت بتطلع اللعيبه دي عندك انت المخزون بتاع اللعيبه دي. في نفس الوقت جايب لهم نفس الناس اللي بتمرنهم بره يعني. انت حتى في الناشئين خباك الفكره كلها مثلا ممكن اقول كابتن ميدو، بس كابتن ميدو مثلا ممكن تعالى مرن فرقه 2007 ممكن يكون هو مش متخصص في القصه دي. مش معنى كابتن ميدو لعيب كبير ولعب في اياكس لعب كده ان هو يقدر يمرن الناشئين، او مش معنى ان هو درب فريق اول يمرن الناشئين. فانت لازم حتى لما نيجي اتكلمنا مع دورتموند قال لك انا هدي لك المدرب على حسب السن اللي انت عايزه. فهو كل 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 مرحله ليها تدريبات ولا حاجه. ممكن زي كابتن ميدو قال لما رحنا هناك هو فعلا هو التمرينه واحده من اول ما من اول الناس اللي عندها 7 سنين لحد اللي عنده تحت 20 سنه بيتمرن نفس التمرينه بتاعه الفريق الاول بنفس السيستم نفس كل حاجه. لما بتتغير بتتغير على النادي كله، بحيث ان هو لما يبقى عنده 16 سنه سهل جدا تلاقي لعيب عنده 16 سنه في حد اتصاب هيروح واخد لعيب عنده 16 سنه عنده 17 سنه يطلع بيه الفريق الاول. ده دياب بالنسبه للموديل اللي هيثم بيتكلم عليه ازاي تتعامل فيه مع وجود الاهلي والزمالك وازاي تمضي الاولاد دي وتفهم ولي الامر ان ابنك هيبقى معانا وما تقلقش وما تاخدوش في الفتره دي وديه الاهلي والزمالك وهنطلعه وهنعمل حسب. برده معادله صعبه، معادله صعبه بس هتيجي مع الوقت، هتيجي مع ان احنا نقدر نشتغل في نفس التراك اللي احنا راسمينه. زي ما ميدو كان بيقول انا كنت بشوف مع الحاجات دي في اياكس وعصرتها معاه، هي ان انت تعمل طريقه لعب واحده للنادي وتعمل البروجكت. النهارده السن العمر السني يتقيد فيه 20 واحد ما يتقيدش فيه 200 عشان تقدر انت تطور اللعيبه دي. ما هو اللعيب وهو صغير عاوز ايه؟ عاوز يلعب عشان تنمي قدراته وتطور. لما يبقى عندك مسجل 200 واحد في العمر السني هتطور له حاجه؟ صح، مش هيشارك اساسا. هي ان شاء الله تجربه نجاحها هيبان نقدر كل سنه تطلع 4 لعيبه تحترف بره، انت تطلع كوادر جديده من الجامعه الرياضيه دي في الاداره. الحقيقه انا مبسوط ان انا معاكم وان التوليفه اللي بنتكلم عليها دي من كوادر استثماريه، وكانت فكره مهندس نجيب وانسي وهيثم معايا، وان احنا قدرنا نعمل التوليفه دي بيكم ونتشرف بمزاملتكم في مجلس اداره ده. شايف ان احنا ان شاء الله هنعمل مشروع رياضي قوي باذن الله. يا رب ان شاء الله. هيثم بشكرك، دياب بشكرك، انا اتشرفت اني كنت معاكم النهارده. عالمي ان شاء الله، جود لك في اللي جاي وان شاء الله تبقى تجربه جيده. تعالى ان شاء الله باذن الله تبقى تجربه جيده تحقق فيها كل اللي انت بتفكر فيه مع بعض جميعا. ان شاء الله نعمل حاجه كويسه. خليكم الحلقه الجايه متصالحين بقى، بلاش موضوع الجزم والبادل والحاجات دي. انا كل يوم بطلع واحد يا جدع عليه يعني، مش قصه. بس ايه موضوع مسن ده كابتن سيف؟ ايه موضوع مسن اللي بيقولوا يعني هو دايما بيحاول يهبط. اذا كان هو دخل على ميدو اللي قال لك لعب من هو في حضانه عند قدام 120,000 هيجي معايا في التنس هيعمل ايه؟ انا كفين شرف بقول لك اول واحد مسكته مضرب قلت له شورت جزمه النهارده. مفيش شكرا يا كابتن سيف، مفيش شكرا يا كابتن سيف. بشكركم شكرا جزيلا. ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه تكون حلقه مختلفه. جود لك ان شاء الله باذن الله. زد اسم زد بقى اسم كبير من قبل ما يبتدي، واحيانا كده بيبقى فيه يعني مشاريع وفي اسماء وفي حاجات بتبتدي دايما بشكل عملاق. نتمنى ان شاء الله باذن الله انها يكون جزء استثماري راضي كبير وان هو يقدم حاجه لمصر بشكل كويس الفتره الجايه، ونكون جزء نكون جزء كلنا من المنظومه الناجحه دي. اشوفكم ان شاء الله باذن الله على الف خير. الدوري الانجليزي لكره القدم كره ممتازه والهدف الاول والله الكره دي فن ولعب بيه السنه اللي قال دي مدرسه اوروبا الدوري تعيش معاه اتفرج بقى على الاستاذ تحليل خطير مش اي كلام مع ميدو سيف وحازم امام يعني الموضوع ما فيهوش هزار ستارز اوف فانتسي